وتعويضه بحازم حاج حسن. على اثر هذا التغيير يرجع ماهر الحناشي لتامين الجهه اليسار في دفاع النجم الذي يستحق لنتابع هذه الكره قبل التذكير بالتشكيلتين. يمشي حاج حسن حتى كره كشريده عرضيه الثاني الثاني عريبي كريم عريبي يضيف الهدف الثاني منذ الدقيقه الاولى 40 ثانيه كافيه للنجم الذي يستحق لاضافه الهدف الثاني. احلى البدايات في هذا الشوط الثاني. الجزائري يستعيد ثقة التهديف بعد هدف أول في دقيقة 23 أولى ثواني الفترة الثانية. النجم الذي الساحلي في بقية مشوار هذه المباراة 2-0.